وقد عربت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي والأمير جيوم الدوق الأكبر ولي عهد لوكسمبورغ بالرباط عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بهدف استغلال الإمكانيات الاقتصادية في البلدين. وخلال لقاء بين فتح العلوي والأمير جيوم استعرض الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا السبل والوسائل الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبهذه المناسبة نوهت فتح العلوي والأمير جيوم بالعلاقات السياسية الممتازة بين البلدين مبرزين الإمكانات الكبيرة التي يتيحها البلدان من حيث فرص الاستثمار وتنمية التجارة.